انه يقول والدي طلع من حائل هو ورفيق له هنا على الابل. كان المنطقه هذه موبوءه بالجدري. يقول خوي الوالد هذا توفي، فاخذه الماء ردماء وغسله ودفنه. يقول والدي ابوه المرض لكنه نشيط شوي. المرض الثاني ما قدر يتحرك، جلس له حجر شجره ينتظر الموت، فجلس 40 يوم بهالمكان. يجوا الناس يحطون له اكل من بعيد عشان ياخذوه. المرض مره وعقلات على هالمرض هذا، فسمعوا اليون حجر هالشجره هذه، اخذوه معهم، اخذوه للمكان اللي فيها مضحى حقهم. قالوا الامير الحمله ان هذا مريض بالجدري وعلى وشك الموت. قال املوا هالقدر ماء وهاتوه من المارد. قال للمريض هذا اشرب. شرب الرجال هذا من الماء. قال للبقيه اللي معه سواء اخويا الرحله او الملاحيق او الصبيان او الرعيان، قال كلكم اشربوا. سبحان الله. لا احد يحس روحه افضل من هالمريض. فاشربوا كلهم. يقول ما هي بحياتنا اغلى من هاللي اللي جاء لنا بعد الله سبحانه. شربوا كلهم واخذوه معهم الين طاب عاد وفكه الله وراح معهم الى مصر. ما شاء الله. وهذا يسجل يقول الان والدي عمره اكثر من 100 عام. ما شاء الله. وان يذكر هو شراري طبعا هالرجل هذا، الله يرحم والدي اذا هم توفي ويرحمه حي ميت. لكن من وفى هالرجل هذا ذكر هالموقف.